بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب، هنتكلم النهاردة عن حساس بسيط جدا. طبعا الحساس بيشتغل فصل الصيف وبيشتغل فصل الشتاء. الحساس ده بيشتغل على الهيتر، بيشتغل على خط لمض، بيشتغل على اي حاجة. ادي الفيشة بتاعته اهي. طبعا عاملين سلك محمل 4 مللي معتمد، ودي الفيشة اهي. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين الفيشه دي، بحط فيها فيشه خط النمط، بحط فيها اي حاجه. تمام. طبعا لو دوست دوسه هنا كده، دوسه طويله بصفر ديت، ادخل جواها. ده هيت يعني حراره. تمام. كول يعني تبريد، هيت حراره، وكول ايه؟ وكول تبريد. تمام. لو دوست دوسه كمان كده بي واحد، ادوس عليها. ده لو عاوز الجهاز يفصل على نص من 10، يفصل على درجة على درجتين، موضوع سهل جدا. اطلع منها ب2، ده اعلى حرارة بيوصل لها اللي هي 110. ب3 اعلى حرارة بيوصل لها -50. ب4 لو عاوز اعاير الجهاز. يعني ايه اعاير الجهاز؟ يعني انت لو شايفه مثلا قاري 34 والحرارة 32، انا جاي عامل دلوقتي هو قاري 28، بس الحرارة موجودة مثلا 26، انقص درجتين او 30 ازود درجتين. الجهاز جميل جدا، مفيش فيه اي حاجه. الجهاز سعره كويس جدا جدا، وان شاء الله نحط السعر في التعليقات. شركه عرب جروب، معدات عنابر الدواجن. يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو. الجهاز بيشتغل على كهرباء 220.